أعزائي المشاهدين، سنواصل دراستنا وحديثنا في إنجيل متى، وفي هذه الحلقة سوف ندرس عن الحكماء الذين جاءوا من المشرق، المجوس الذين جاءوا من أرض فارس لكي يقدموا عطاياهم وهداياهم وسجودهم للطفل الملك المولود في بيت لحم. هؤلاء المجوس كان حياتهم تتميز بالخضوع والخشوع والتواضع والحكمة والمعرفة، أرادوا أن يعرفوا أين يولد الملك. فسنذهب سوية لكي ندرس في هذه الحلقة عن مجيئهم وهدف هذا المجيء. سأعود بعد قليل. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب، وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح. فقال له: في بيت لحم اليهودية، لأنه مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوقه حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. في ليلة أنارت الأفلاك،
من المنطقة الجنوبية لمدينة أورشليم القدس سوف أتحدث عن مجيء المجوس. هذه المنطقة الجميلة كما ترون خلفي مدينة القدس القديمة، جبل الزيتون من الخلف، ومن الجهة الشرقية بيت عنيا، بيت العازر مرثى ومريم. يقول الكتاب المقدس عندما ولد الطفل يسوع الملك جاءت حاشية ملكية من المشرق، مجوس، جاءوا ليسجدوا للطفل المولود يسوع وجاءوا ليقدموا له هدايا. طبعا هذه الرحلة كانت رحلة طويلة جدا، على أغلب الظن أنهم جاءوا من بلاد فارس، أي قطعوا مسافة من المشرق أكثر من 700 كيلومتر، جاءوا إلى مدينة أورشليم لكي يسألوا عن الطفل المولود الملك في هذه البلدة. ولماذا نعرف أنهم جاءوا من منطقة فارس؟ توجد قصة صغيرة في هذه البلاد يعرفها الجميع، ولا سيما في بيت لحم في كنيسة المهد. نحن نعلم أنه في سنة 614 ميلادي جاءوا الفرس ودمروا البلاد ودمروا جميع الكنائس في هذه البلاد ما عدا كنيسة واحدة، هي كنيسة المهد في بيت لحم، لأنهم عندما دخلوا الكنيسة رأوا على الحائط طبعا مكلس نوع من الرسومات الجميلة اللي هم مجوس أو ملوك من المشرق، وقالوا إذا هؤلاء الأشخاص المهمين جاءوا إلى هذا المكان يعني هذا المكان في غاية الأهمية. فالكنيسة الوحيدة التي تركت بدون أن تنهدم هي كنيسة المهد. من أجل هذا نحن نعلم أنه جاءوا من المشرق وأنهم من الفرس. على أي حال كانت مسافة طويلة جدا. هؤلاء الملوك لم يكونوا كأي جماعة من الناس، كانوا جماعة متعلمين مثقفين يعرفون ويدرسون علم الفلك والأجرام السماوية، وطبعا كانوا يسكنون القصور للإدارة وتدبير أمور الملوك في أرض فارس، وكانوا باحثين ودارسين أيضا، وعلى أغلب الظن أنهم درسوا سجلات نبوات النبي حزقيال والنبي دانيال اللي عاشوا في منطقة فارس عندما أخذوا إلى السبي البابل هناك. وعندما ابتدأوا يدرسون تلك السجلات اكتشفوا أن المسيح سيأتي في فترة زمنية محددة، وكان تعبير شوق قلوبهم أن يروا هذا الملك بتواضع. من أجل هذا جاءوا بتضحية كبيرة، تركوا القصور وصاروا مسافة طويلة إلى أن وصلوا أخيرا إلى بيت لحم ليسجدوا للطفل يسوع ويقدموا له الهدايا. أعزائي المشاهدين، سنواصل حديثنا في الجزء الآخر في مكان آخر. المجوس حكماء جاءوا من الشرق لأنهم رأوا نجما ينبئ بميلاد ملك، ولأنهم كانوا يدرسون علوم الفلك تتبعوا هذا النجم إلى أن أوصلهم إلى المكان الذي ولد فيه السيد المسيح، فقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا، فهم يمثلون البشر المثقفين الذين جاءوا ليقدموا السجود للسيد المسيح. بالإضافة إلى ما رواه القديس لوقا أن الرعاة البسطاء جاءوا ليقدموا هداياهم للطفل الوليد، لأن بابه مفتوح للجميع وهو يدعو الجميع للتوبة قائلا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، كما جاء في إنجيل متى الأصحاح 11. جاء المجوس من أرض المشرق، من أرض بعيدة، هذا يعبر عن تضحية كبيرة من جانبهم.
نعم كانوا علماء الفلك والأجرام السماوية، كانوا يدرسون تحركات النجوم والكواكب، لكن الأكثر من هذا كانوا مطلعين ودارسين نبوات حسقيال ودانيال، لأن هذه السجلات تكون عادة في القصور وهم يعملون في القصور، فدرسوا تلك النبوات وتحركوا أيضا بروح النبوة، إذ أظهروا التضحية أنهم جاءوا مسافة كبيرة جدا ليصلوا إلى هذا المكان. لكن الأهم من ذلك أحبائي أنهم جاءوا بمعجزة، مع أنهم درسوا علم الفلك، لكن هذا النجم اللي ظهر في السماء تحرك بطريقة معجزية، إذ وصلوا إلى مدينة أورشليم، ومن مدينة أورشليم تحرك النجم إلى بيت لحم، وبالتحديد فوق المنطقة التي ولد فيها الرب يسوع المسيح. جاءوا إلى أورشليم طبعا إلى المكان الغير مناسب، وسألوا الشخص الغير مناسب، هيرودس الكبير أو هيرودس الملك. وعندما سمع الملك هيرودس أو هيرودس الكبير اضطرب، واضطربت المدينة كلها معه. فالسؤال، من هو هيرودس؟ هيرودس الكبير كان طبعا صديق جدا وحميم للإمبراطورية الرومانية، استثقف وتهذب في روما، لكن هو من هذه البلاد، نصف يهودي ونصف أدومي، فوجوده في هذه البلاد وحنكته السياسية وخبرته أظهر منفعة كبيرة للرومان، فهو كان حاكما ثم نال لقب الملك في سنة 40 قبل الميلاد. شخصيته وحياته كانت متناقضة، من ناحية كان شخص سياسي محنك، وهو الحاكم أولا الحاكم الوحيد الذي استطاع أن يحافظ على الأمن وأن يستتب الأمن والاستقرار في هذه المدينة، في مدينة أورشليم. نحن نعلم من التاريخ أن ثورات كثيرة وانتفاضات حدثت في هذه المدينة، لكن في أيام هيرودس استطاع أن يحافظ على الأمن. الحاجة الثانية، كان صاحب مشروعات وإنشاءات عمرانية كبيرة جبارة جدا، ففي كل مكان تسير في الأراضي المقدسة لابد أن ترى ختم أو انطباع معين عن حياة هيرودس في أي مكان تسير في هذه البلاد. فمثلا هو الذي بنى مدينة قيصارية تخليدا وتكريما لأغسطس قيصر، واحدة من أعظم المدن في فلسطين في أيام المسيح، وهو بنى قلاع حصينة ومتينة، مثلا قلعة مسادة في الجنوب، قلعة هيروديان بجانب بيت لحم، جوف الجبل وبنى قصوره في داخل هذا الجبل، وبنى قلاع كثيرة. لكن المبنى العظيم اللي مشهور فيه هيرودس هو جبل الهيكل. نحن نعلم أن جبل المريا كان جبل، فسطح هذا الجبل وبنى حائط الذي يمسك بالجبل، وبنى ورمم الهيكل الجديد يسمى هيكل هيرودس، كان يعتبر أعظم مبنى في العالم، بناء جميل جدا. عندما نظر المسيح من جبل الزيتون إلى هذا المبنى رأى الزينة والجمال وقال الحق أقول لكم لا يبقى حجر على حجر. فترى ختم وانطباع هيرودس في كل مكان في الأراضي المقدسة. لكن أحبائي هو كان أيضا من ناحية سلبية أو من ناحية تانية، لأنه كان متناقض، كان مصاب بمرض نفسي، وهذا المرض هو مرض بالهواجس والشكوك، وكلما تقدم به السن كان يتخلص من أي شخص ينازعه أو يشك أنه سينازعه على الحكم، كان يفتقر إلى الاتزان في شخصيته. مثلا هيرودس الكبير هو الذي قتل زوجته مريم، وقتل حماته أمها ألكسندرا، وقتل ابنه الأكبر أنتيباتر، وقتل ابنين آخرين من زوجاته الأخرى، وقتل كثير من نبلاء وأشراف يهوذا. هو نفس هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم عندما علم من المجوس أنهم خدعوه، وذهبوا إلى بيت لحم ورجعوا في طريق أخرى، فالنتيجة أنه قتل أطفال بيت لحم. فهذا الخطأ اللي ارتكبه المجوس، لكن كان كله في إرادة الله، لأنه تمت نبوة أرمياء
عن رحيل تبكي على أولادها عندما قتل أطفال بيت لحم. جاءوا المجوس وأي شخصيات، شخصيات عظيمة جدا، جاءوا بطريقة نبوية، جاءوا من أرض بعيد، جاءوا ليسجدوا للطفل المولود الملك، جاءوا ليسجدوا بتقديم عطاياهم وهداياهم. حتى الهدايا كان فيها رمز نبوي، فقدموا هدية الذهب، والذهب هو هدية الملك يرمز إلى الملك. ثم قدموا اللبان وهي هدية الكاهن أي البخور، والكاهن هو الجسر أو القنطرة بين الناس والله. ثم قدموا أيضا هدية المر، والمر أحبائي هو يقدم لإنسان يموت أو لتحنيط أجساد الموتى، وهذه هدية المخلص، لأن الكتاب يقول يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فأظهروا عبادتهم بطرق متنوعة، جاءوا بتضحية كبيرة من مسافات بعيدة ليسجدوا ويخدموا الملك، ثم جاءوا إلى حيث المولود الملك يسوع وسجدوا لهذا الطفل، ثم عبروا عن سجودهم وعبادتهم بتقديم عطايا. يقول كتاب عندما نأتي إلى الرب ونعبد الله ينبغي أن نأتي ونعبد الله أيضا بهدايا وعطايا، نقدم مما أعطانا. فإذا نستنتج من هذه الهدايا، يسوع هو الملك الحقيقي، ينبغي أن يتربع على عرش القلب والحياة. ثم يسوع هو رئيس الكهنة الكامل، فهو القنطرة الذي يربط الإنسان بالله، فهو قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. ثم أحبائي هو مش بس رئيس الكهنة، هو النبي المتألم وهو مخلص البشرية، جاء ليموت كي يأخذ خطاياك وخطاياي، يعطينا غفران الخطايا ويعطينا الحياة الأبدية. أي درس نتعلم من هؤلاء المجوس العظماء؟ نعم أسماءهم محفورة حتى هذه الوقت، ليتنا نتعلم هذا الدرس العظيم.
لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. كيف هذا؟ أنا عذراء. الروح القدس يحل عليك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. سيتم إحصاء عام لكل سكان منطقتي الجليل واليهودية، فعلى كل واحد أن يكتتب في القرية أو المدينة التي ولد فيها. فذهبت مريم لتكتتب في بيت لحم في اليهودية مع يوسف خطيبها. ولكن لم يكن لهما موضع في بيت لحم بسوى مذود متواضع. وكان في تلك الكورة رعاة يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب ظهر لهم ومجد الرب أضاء حولهم. ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص المسيح الرب. فجاء الرعاة مسرعين لينظروا الطفل المولود المجعف المذود، فكانوا أول من نشر الإنجيل، أي الأخبار السارة عن الأم العذراء وعن مولد المخلص. ماذا نتعلم من هذه القصة؟ يوجد ثلاث مواقف، وهذه المواقف تمثل حياة كل إنسان منا. الموقف الأول هو موقف العداء والكراهية، هذا يتمثل بهيرودس الكبير المتكبر المتغطرس المتعجرف الذي أراد أن يقتل يسوع وينتقم. ثم موقف عدم الاكتراث واللامبالاة، وهذا الموقف هو موقف الفريسيين. أجاب هيرودس أنه سيولد في بيت لحم، لكن لم يعتروا أي مبالاة ولم يكترثوا لهذا الأمر أن يذهبوا بأنفسهم ويتحققوا من هذا الأمر، مع أنهم كانوا ينتظرون المسيا المنتظر أي المسيح يسوع. عدم المبالاة. والموقف الثالث هو متمثل بالمجوس الذين جاءوا سجدوا وأكرموا الرب، وأنا متأكد أن الله أكرمهم. فأي موقف من هؤلاء المواقف الثلاثة، أصلي من كل قلبي أنك عندما تتعرف بالمسيح تلتقي به كملك ومخلص لحياتك وتتوج رب، عندها سيكرمك الرب بالحياة الأبدية. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن معمودية السيد المسيح. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.